وله بصمة هجومية ونقدر نقول صنع هدف لصلاح، يعني بقول له خد انت بقى دورك انك تنهيها، يعني اللمسة الأخيرة أصبحت لصلاح، وصلاح صاحب اللمسة الأخيرة سهل انه يسجل، لكنه ياخدها من نص ملعبه ويكافح ويراوغ، استغل مراوغته ثم قوته وانطلاقه ثم دقة التمرير، ان انت تمرن كرة على الأرض، ما دي ميزة. فين التمرير اللي مرر لصلاح؟ وامتى التمرير مرتار صلاح؟ ما ممكن مش متاخره يبقى اوف سايد، ممكن بدري يبقى هتتقطع، ممكن عاليه يبقى مش مظبوطه، ففيها مواصفات التمرير الصح اللي هو عملها له تريزيجيه. لكن نقدر نقول كابتن اسلام احنا لازلنا نترنح المباراه الاولى زي المباراه الثانيه، تحس ان كوبي بيست بكل، لا بالظبط، يعني كوبي بيست حتى بالتغييرات، كوبي بيست التغييرات لم تحسن أو لا ما غيرتش من شكل أداء الفرقة، لكن نجحنا في هذه المباراة، فزنا بالمباراة سواء هدف أو اثنين بثلاث نقاط، وهذا الجمهور الكبير اللي موجود نتمنى هيكون موجود في المباراة القادمة إن شاء الله، لكن ما بعد المجموعة ويبدأ الجد وفوش هزار، ويعني لازم يكون لنا شكل تاني وأجل تاني. وبرضه يمكن إحنا قلنا هنا في الاستوديو من الضربات الثابتة جت من الضربة الركنية، إحنا جالنا ضربتين ركنية جبنا منهم واحدة يعني اللي هي الجول الاولاني، ثم من مهاره اثنين لعيبه، ما بقولش بقى لعب جماعي، دي مهاره فرديه للعيب اسمه تريزيجيه ومهاره فرديه للعيب اسمه صلاح، هما الاثنين اللي سجلوا الهدف الثاني. تمام، ادي اللي عملته مصر.